أهلا بكم مشاهدينا إلى العرب اليوم من التلفزيون العربي في لندن. وفيه دعوات أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، ظريف يتهم بولتون ونتنياهو باستمالة ترامب لإنهاء الاتفاق، ونتنياهو يهدد طهران بطائراته الحربية. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعقدان لقاء قمة في البيت الأبيض لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. رئيس المجلس العسكري في السودان يلتقي وفدا من قوى الحرية والتغيير، واللجنة الفنية تنهي صياغة اتفاق تقاسم السلطة. ترامب يهاجم سفير بريطانيا في الولايات المتحدة ويصفه بالغباء والحماقة، وبوادر أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن. أهلا بكم. دعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان لها طهران إلى التراجع عن قرارها تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. من ناحيتها دعت المفوضية الأوروبية طهران إلى عدم اتخاذ أي خطوات أخرى تقوض الاتفاق النووي، وأكدت أهمية الاتفاق للأمن العالمي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سلسلة تغريدات على تويتر إن مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاولان استمالة ترامب لإنهاء الاتفاق النووي. وللمزيد حول ذلك تنضم إلينا شبكة مراسلين أيضا من طهران ياسر مسعود، من بروكسل لبيب فهمي، و من باريس محمد الحجي. أبدأ معك مراسلنا في طهران. إذن الدعوات التي توجه لإيران للعودة عن خرقها للاتفاق النووي تأتي من كل حدب وصوب وتتوالى، إما من باب التهديد أو من باب التفاوض. بشكل عام كيف تتلقاها إيران اليوم؟ يعني ربما أكثر من مرة عبرت عن وجهة نظرها إزاء هذا القلق والتصعيد، وقالها الرئيس الإيراني قبل أيام حسن روحاني للدول الأوروبية عندما أعربت عن قلقها إزاء الخطوة الإيرانية الثانية التي كانت مرتقبة آنذاك. قال: إذا أردتم القلق فاقلقوا من الآن، على اعتبار أن طهران ماضية وسائرة نحو تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، وأنها هناك خطوات أشد وتصعيدية أكثر. هذا ما يتحدث به الإيرانيون. اليوم تغريدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كانت واضحة في هذا الصدد، حيث أكد على أن المفاوضات التي كانت قد جرت يعني في 2005 ما بين الترويكا الأوروبية من جانب وطهران، والتي وتم نعم واصل وتم القضاء عليها آنذاك من قبل ما سماهم ب يعني فريق بي. اليوم أيضا يكرر هذا السيناريو من قبل ذات الفريق، ومحاولة لجر دونالد ترامب للقضاء على هذا الاتفاق الذي اليوم يعتبره العالم برمته بأنه يعني اتفاق يخدم الاستقرار العالمي عموما والمنطقة. هذا ما يتحدث به الإيرانيون. هناك زيارة مرتقبة كما هو معروف، وربما خلال الساعات القادمة كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إلى طهران. نعم. متوقع أن تثمر عن نتائج إيجابية في هذا الصدد. أنتقل إلى مراسلنا في باريس محمد الحجي. محمد، إذن في خضم هذا التصعيد الإيراني الرئيس الفرنسي يوفد كبير مستشاريه في محاولة للتهدئة إلى طهران وهو إيمانويل بون، مع استبعاد أي اختراق بشكل عام، ما الذي يمكن لباريس أن تعرضه على طهران؟ يعني إيمانويل بون هي الزيارة الثانية له إلى طهران. الرئيس الفرنسي يدرك تماما بأن أي تفاوض مع إيران هو يسلك طريق ضيق جدا، لكنه يقول هناك أمل كبير في تحقيق شيء ما. الرئيس الفرنسي منذ البداية كان قد أكد على أن تحترم طهران بنود الاتفاق النووي المبرم مع الدول الأوروبية
باقي الدول في تموز من العام 2015. هناك محاولة لكسر هذا الخلاف بين واشنطن وطهران، تحاول أو يحاول ماكرون أن يكون فعلا هو وسيط في هذا الملف، يعتقد بأن عهده الرئاسي في حال نجح في رد الصدع بين الطرفين أن يكون فعلا حقق اختراق ما، خاصة وأن هناك محاولات قامت بها اليابان وألمانيا دون الوصول إلى نتيجة ما. الرئيس الفرنسي يحاول أيضا، قال أيضا في أوساكا لرئيس أمريكا بأنه قد يزور طهران شخصيا من هنا إلى حد نهاية العام من أجل وضع يعني نهاية لهذا الخلاف، علما بأن طهران اليوم التي تريد أن تزيد من منسوبها في تقسيم اليورانيوم أصبحت اليوم حديث الساعة في أروقة الدبلوماسية الفرنسية. الرئيس الفرنسي يعتقد بأنه بإمكانه فعل شيء ما، لأنه لا يستطيع أن يقوم بأي شيء بمواجهة الرئيس الأمريكي، لذلك يحاول عن طريق طهران أن يضع يعني حد لهذا الخلاف. لكن طهران أيضا تبقي السقف مرتفعا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول فعلا أن يجد حل ما. ليس هناك من الأمل الكثير في تحقيق اختراق ما من قبل الرئيس الفرنسي، لكن يقول دائما بأن هذا الاتفاق هو كان جيد للسلام، ليس هناك من حل لإعادته سوى الطرق الدبلوماسية والسلمية بعيدا عن التوتر الذي قد يشعل المنطقة وأيضا قد يشعل العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وأيضا يسيء العلاقة الدبلوماسية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وطرفي توقيع النزاع وهما الاتفاق مع طهران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت في مايو أيار عام 2018. نعم محمد، وأنتقل إلى لبيب فهمي من بروكسل. لبيب، أوروبيا كان لافتا استدعاء وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا للجنة مشتركة بشكل مستعجل، كيف تفهم هذه الخطوة إلى جانب المواقف الأوروبية الأخرى؟ نعم، بالنسبة للموقف الأوروبي المعبر عنه اليوم لا يختلف عما عبرت عنه وزيرة خارجية أوروبا في بداية هذه الأزمة، وهو القلق من الإجراءات الإيرانية وطلب من طهران عن الرجوع أو التراجع عن هذه الإجراءات واحترام الاتفاق النووي الإيراني. لكن يبدو أن كل هذه الإلحاحات وهذه النداءات من قبل الاتحاد الأوروبي كانت نداءات شفوية لم تجدي إلى شيء، وبالتالي كان بالضرورة فرض على الأقل اجتماع رسمي، وهذا وما دعت إليه وما دعا إليه هؤلاء وزراء خارجية الدول المعنية بالملف اليوم. هذا الاجتماع الطارئ الذي يجب أن يتوصل إلى خطة عملية لمواجهة هذا الوضع، وذلك لمسألتين: هو تفادي التصعيد أولا مع إيران، ومحاولة إنقاذ الملف الاتفاق النووي الإيراني، لأن الاتحاد الأوروبي وكل دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تكون الوسيطة في هذا الملف وتسعى إلى إنقاذ الملف، لأنها هي التي سهرت على إنجاز والوصول إلى الاتفاق، وبالتالي فهي تريد إنقاذه، لأن كما قلتم في المقدمة تعتبر الاتفاق النووي الإيراني مزية أو شيء مهم للأمن في المنطقة وفي العالم. والمزيد في التقرير التالي. نعم، أشكرك مراسلنا من بروكسل لبيب فهمي، لا تقرير حتى الآن، والشكر موصول لمراسلينا في باريس محمد الحجي ولي ياسر مسعود مراسلنا في طهران. نواصل نقاش الموضوع نفسه. مشاهدينا، معنا من طهران مصطفى خوش. الإيرانية في مضيق جبل طارق ترتفع لهجة طهران العسكرية. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري يتوعد خطوة الاحتجاز برد لم يكشف كيف ومتى سيكون. بموازاة هذا الكلام يؤكد الحرس الثوري بأن رقعة الصراع مع العدو تشهد اتساعا. لن نهزم في أي حرب قد تندلع في أي نقطة في العالم، وذلك بفضل الله والقوات المسلحة الإيرانية، ومع مرور الوقت تتسع دائرة صراعنا مع العدو. ربما لن يغيب ملف احتجاز الناقلة الإيرانية عن الزيارة الفرنسية إلى طهران، لكن الأهم هو الحديث النووي والبحث عن مخرج للتوتر المتصاعد. محاولة فرنسية رسمت ملامحها في الاتصال الهاتفي ما بين الرئيس الفرنسي ونظيره الإيراني. وساطة تسبق منتصف الشهر الجاري موعد استئناف مفاوضات إيران
وأطراف الاتفاق. تاريخ الدور الفرنسي سيء جدا منذ مفاوضات الاتفاق النووي، ولطالما سعت باريس إلى الضغط على طهران قبيل توقيع الاتفاق. نأمل أن تغير هذه الزيارة من النظرة الإيرانية المتشائمة للسياسة الفرنسية، وأن تتمكن باريس من لعب دور الوسيط بشكل جدي. بالتزامن مع الزيارة الفرنسية، وصل مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى العاصمة الإيرانية، حاملا معه مداولات اللقاء الثلاثي الروسي الأمريكي الإسرائيلي قبل أيام. التقى خلالها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. ثمن الأخير الدور الروسي الداعم للموقف الإيراني في سوريا وموقفها من الاتفاق النووي. رغم تسارع الحراك الدبلوماسي الإيراني الأوروبي، لكن دائرة التوتر تزداد اتساعا أكثر بين الطرفين، خاصة بعد احتجاز الناقلة الإيرانية من قبل بريطانيا. مشهد يوحي بأيام أكثر توترا حسب المراقبين. ياسر مسعود، العربي، طهران. معنا من طهران مصطفى خوش تشام، مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس للأنباء. سيد خوش تشام، قبل يومين عندما أعلنت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، كانت الرسالة بالأصل موجهة إلى الدول الأوروبية. اليوم الدول الأوروبية الرئيسة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تهدد باللجوء إلى آلية فض النزاع في الاتفاق النووي. هل هذا يعني أن طهران كانت مخطئة عندما صعدت خطواتها قبل يومين؟ مرحبا وشكرا لاستضافتي. دعونا نبدأ بالنقطة، مفادها أن إيران منذ وقت طويل كانت متسامحة كثيرا إزاء الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الأوروبية تحديدا. لقد وعد الأوروبيون بفعل ما بوسعهم، لكنهم في الحقيقة لم يقدموا الكثير. الإيرانيون انتظروا الكثير من الأوروبيين، وعليهم أن يفهموا الأوروبيين أقصد بأن الإيرانيين ليسوا الطرف الوحيد الذي عليه أن يدفع ثمن هذا الإخفاق. هنالك تكلفة عالية تترتب على هذا الوضع. كان يفترض بالاتفاق النووي أن يكون صفقة رابحة بالنسبة لإيران، ولكن الآن أنتم تشاهدون ما الذي يحدث لإيران. إيران هي التي تدفع الثمن، الأوروبيون لا يخسرون شيء، وكذلك الأمريكيون، لا أحد يخسر سوى الإيرانيين. لذلك إيران اليوم تغير استراتيجيتها، وما لم يتحرك الأوروبيون فإنهم سيكون عليهم في الوقت في المستقبل القريب تحمل تبعات أمنية عالية. لكن ما يحاول الأوروبيون اليوم هو إظهار الوجه الحازم، لكنهم سيخسرون. لكن سيد خوشم، ألا تعتقد أن إيران بهذه الاستراتيجية التي تنتهجها هي التي تخسر في الواقع الأصدقاء واحدا تلو الآخر؟ الأوروبيون رفضوا دائما قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، وإيران اليوم لا تساعدهم عبر الاستراتيجية التي تنتهجها كما يقولون هم. I'm sorry, I lost the voice of the translator. كنت أقول لك أن الأوروبيين يقولون أن إيران باستراتيجيتها التي تنتهجها عبر خفض التزاماتها بالاتفاق النووي لا تساعد الدول الأوروبية. لا أعرف إذا كان الضيف ما زال معنا، يبدو أن هناك مشكلة في وصول الترجمة إلى ضيفنا في طهران. واضح أن ضيفنا لا يسمعنا. عادة الترجمة، نستمع إليه الآن. نعم. نعم. للأسف فقدنا الضيف في طهران. نشكره على أي حال. مصطفى خوش تشام، مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس للأنباء.
من جانب آخر، صعدت إيران من لهجتها ضد بريطانيا في أعقاب احتجاز الأخيرة لناقلة النفط الإيرانية على سواحل جبل طارق. التحذير الجديد جاء على لسان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، الذي قال إن عملية الاحتجاز هذه لن تبقى دون رد، مضيفا أن طهران سترد بالشكل المناسب. هذا وتواصل سلطات جبل طارق احتجاز ناقلة النفط في إطار التحقيق مع طاقمها من أجل الكشف عن الوجهة الأخيرة لها. ما تزال تداعيات احتجاز ناقلة النفط الإيرانية على شواطئ جبل طارق تتدحرج لتصب المزيد من التعقيد على نار التصعيد المتواصل بين بريطانيا وإيران. من وزير الدفاع الإيراني إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، زادت حدة التصريحات الإيرانية عن نية الرد بالمثل ولو بعد حين. تصريحات تعكس نفاذ صبر طهران التي تركت منذ بداية الأزمة مساحة زمنية وهامشا للتحرك الدولي على خط الوسطات قبل اللجوء للرد باحتجاز مماثل. سنواصل الضغط على الحكومة البريطانية لضمان تحرير هذه الناقلة التي تحمل النفط جمهورية إيران الإسلامية. قدمنا الوثائق اللازمة حتى نتمكن من الاستمرار في مسارها، ولا يمكننا أن نقبل هذه القرصنة البحرية التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر، وقد حذرنا من هذا بالفعل. لم تبدي بريطانيا أي رد تجاه التحذيرات الإيرانية من مغبة احتجاز السفينة، واكتفت ببيان من سلطاتها في جبل طارق تؤكد فيه أن السفينة محملة بالنفط الخام الإيراني في الوقت الذي تواصل فيه تحقيقاتها مع طاقم السفينة. صمت بريطاني يرى فيه مراقبون افتقار السلطات البريطانية لأي دليل يثبت توجه السفينة إلى سوريا، الأمر الذي صنفته إيران في إطار القرصنة البحرية. على بحر جبل طارق تواصل ناقلة النفط الإيرانية غريس وان رسوها، وتتواصل معها أزمة بين لندن وطهران تزداد حساسية وتعقيدا مع مرور الأيام، أزمة تهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة في أي لحظة. من جبل طارق، هشام ميهوبي، العربي. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن أمير قطر. كما شارك ترامب والشيخ تميم بن حمد الثاني في اجتماعات تخللتها صفقة لشراء طائرات بوينغ. وقال ترامب إنه يعتز باستثمارات قطر بكثافة في الولايات المتحدة، مشيدا بالعلاقات مع قطر وواصفا أميرها بالصديق الرائع والقائد الذي يحظى باهتمام كبير في منطقة مهمة في العالم. كما تناولت المباحثات في البيت الأبيض التعاون الأمني وقضايا مكافحة الإرهاب والتطورات الأخرى في المنطقة. للمزيد تنضم إلينا مراسلتنا في واشنطن ريما أبو حمدية. ريما، إذا أبرز ما جاء في كلمتي أمير دولة قطر والرئيس ترامب قبل قليل خلال هذا اللقاء، لقاء القمة الذي جمعهما. هذا اللقاء ما زال متواصل الآن، يتناول أمير قطر مع الرئيس الأمريكي طعام الغداء، يشارك به أيضا مسؤولون أمريكيون من بينهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. واليوم خلال هذا المؤتمر الصحفي بين الطرفين في بداية اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقة بين البلدين، على العلاقات الوثيقة بين كل من واشنطن والدوحة، وهذا ما سمعناه من الرئيس الأمريكي البارحة أيضا ومن أمير قطر خلال مأدبة العشاء التي أقيمت على شرف سمو الأمير القطري في وزارة الخزانة الأمريكية التي أقامها وزير الخزانة ستيف مونوشن. اليوم الرئيس الأمريكي يصف أمير قطر بأنه صديق، يثمن دور قطر في العلاقات العسكرية والدور الذي تلعبه قطر. أيضا تحدث عن أهمية استضافة قطر للقاعدة العسكرية، وتحدث عن الاتفاقيات التي سيتم أو التي تم التوقيع عليها اليوم بين كل من واشنطن والدوحة، وهو أيضا ما سمعناه من أمير قطر الذي هو الآخر ركز على العلاقات
المتينة بين واشنطن والدوحة، وتحدث عن الاتفاقيات المهمة التي تم التوقيع عليها بين البلدين. هذه الاتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع الجوي والملاحة الجوية والاقتصادية. إذن الكثير من القضايا أيضا سيتم بحثها بين كل من الرئيس الأمريكي وأمير قطر خلال الاجتماع المغلق الذي يجمع بينهما. ومن المتوقع بهذه النقطة ما في المحطات المتبقية على جدول زيارة الشيخ تميم في الولايات المتحدة في واشنطن؟ يعني بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي أو تتويج هذه الزيارة التي تمتد على مدى يومين بلقاء الرئيس الأمريكي، قبل ذلك كان هناك اللقاء مع وزير الخزانة الأمريكي الذي حضره كما نقلت بعض الوسائل أكثر من 40 رجل أعمال من الولايات المتحدة إضافة إلى مسؤولين أمريكيين. غدا الرئيس الأمريكي أو غدا أمير قطر سيتوجه إلى الكونغرس، سيكون لديه لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي من الجانبين الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين آخرين. سيبحث معهم أوجه التعاون بين الطرفين، ولكن أيضا سبل تخفيض التوتر في المنطقة كما قال الأمير قطر خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي وخلال لقائه أو خلال حديثه البارحة مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي. إذن خلال هذه الزيارة شمولية في اللقاءات ما بين الجهة التنفيذية ممثلة بالرئيس الأمريكي وزير الدفاع ووزير الخزانة، ولكن أيضا الجهة التشريعية وباقي المسؤولين الأمريكيين. شكرا جزيلا لك مراسلتنا في واشنطن ريما أبو حمدية. غرد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد على تويتر قائلا إنه أجرى محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة. نعم، واستؤنفت الجولة السابعة من المفاوضات بين ممثلين عن طالبان والمبعوث الأمريكي بعد توقف أفسح المجال للحوار لمؤتمر الحوار الأفغاني. وكانت 70 شخصية أفغانية قد تعهدت خلال المؤتمر بإعداد خريطة طريق للسلام. نذهب إلى الدوحة، معنا من هناك مراسلنا سلمان النجار. سلمان، قبل يومين ومع اختتام الجولة قال زلماي خليل زاد إنها كانت جولة مثمرة، وبالأمس كان هناك مؤتمر للحوار الأفغاني تعهد المشاركون فيه بالتوصل إلى خارطة الطريق. ما المتوقع من جولة اليوم؟ نعم وائل، في الحقيقة هو استئناف جولة المفاوضات بين حركة طالبان و المسؤولين الأمريكيين هنا في الدوحة، هو استئناف بعد يومين من حوار أفغاني وصفه الوسيط القطري وكذلك الوسيط الألماني بأنه كان جولة ناجحة من الحوار الأفغاني. في الحقيقة الموضوعين متسقان ويسيران جنبا إلى جنب. ما تقدمه الولايات المتحدة لحركة طالبان أو ما تقدمه طالبان من تعهدات للولايات المتحدة يسير جنبا إلى جنب مع التفاهمات الأفغانية. نظرا لنجاح الحوار الأفغاني وحالة الارتياح الكبيرة، نحن كنا هناك ولاحظنا حالة ارتياح كبيرة بين مختلف الأطراف التي حضرت، وأيضا في البيان الختامي الذي صدر بورقة تفاهمات وأيضا تدابير ستتخذ على الأرض، هذا كله يؤثر في موقف واشنطن وتحديدا حول موقف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. اليوم الكلام عن مسودة اتفاق أو مسودة قدمها الأمريكيون لحركة طالبان تتكلم عن انسحاب أمريكي خلال عامين ونصف العام، انسحاب تدريجي يكتمل بعد عامين ونصف العام، لكن مشروط بنجاح المفاوضات بين حركة طالبان من جهة والحكومة الأفغانية من جهة. المسألة العسيرة وائل في موضوع مفاوضات حركة طالبان مع الأمريكيين أو مع الحكومة الأفغانية، كيف يمكن لحركة راديكالية مثل حركة طالبان كانت تمسك بزمام السلطة في أفغانستان أن تنخرط في الحكومة الأفغانية أو في العملية السياسية؟ هل طالبان مستعدة سلمان؟ أنت بالأمس كنت حاضرا للمؤتمر، ماذا تقول قيادات طالبان عندما تواجهونها بأسئلة كهذه؟
في الحقيقة طرحت هذا السؤال، هل طالبان مستعدة للدخول في العملية السياسية أو انتخابات ديمقراطية على واحد من أبرز قيادات حركة طالبان وهو شير محمد عباس ستانكزاي الذي كان مشاركا في الحوار الأفغاني، لكنه التف على السؤال بطريقة القول إن هذا الكلام مبكر الحديث عنه وإن حركة طالبان ستخضع لما يريده أغلبية الشعب الأفغاني، ولكن كل هذا مؤجل إلى ما بعد انسحاب القوات الأجنبية والقوات الأمريكية من أفغانستان، وإن هذا شأنا داخليا أفغانيا. يبدو أنه لا تزال الهوة واسعة بعض الشيء، ولكن هناك تقدم كبير على صعيد الحوار الأفغاني على صعيد الحوار بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. بومبيو تكلم قبل فترة عن أنه ربما في سبتمبر أيلول المقبل سيوقع اتفاق بين حركة طالبان والأمريكيين، وهو سيكون مقدمة لانخراط حركة طالبان في الحياة السياسية في أفغانستان بطريقة أو بأخرى. ربما هناك بالتأكيد هناك إطار عمل مشترك، لن تنسحب القوات الأمريكية جزافا من أفغانستان وتترك الساحة لحركة قوية مثل حركة طالبان دون أن تكون هناك ضمانات واضحة وربما إشراف إقليمي ودولي على ما يحدث في أفغانستان أولا بأول لعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة عقب انسحاب أمريكي تدريجي أو مع حكومة أفغانية لا تزال تعتبر حكومة ضعيفة ولا تسيطر على كامل الأراضي الأفغانية. نعم، وكان لافتا أن زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان قال إنه سيتوجه إلى الصين ثم يعود إلى واشنطن بعد هذه الجولة. شكرا جزيلا سلمان النجار في الدوحة. العرب اليوم متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل. فصائل المعارضة تفشل هجوما لقوات النظام السوري على بلدتي تل ملح والجبين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان لقاء مع وفد قوى إعلان الحرية والتغيير في القصر الجمهوري بالخرطوم. وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي عقب اللقاء أن الوثيقة النهائية لاتفاق المرحلة الانتقالية اكتملت وسيتم عرضها على الطرفين يوم الأربعاء. ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في حفل بالخرطوم بحضور وفود من دول إقليمية وعربية. ونص اتفاق الخرطوم على التناوب في رئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إضافة إلى إرجاء البت في تشكيل المجلس التشريعي. يبدو أن مخاض العملية السياسية في السودان سيكون عسيرا. شعور بالقلق في الأوساط السودانية إزاء التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقاء تلفزيوني. يقول البرهان إن للمجلس السيادي الحق في نقد القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء، وإن المجلس التشريعي يجب أن يقتصر دوره على مراقبة الجهاز التنفيذي. أصلا مجلس السيادي حتى إذا كان الرئيس النظام نظام الحكم في السودان هو النظام البرلماني، كل العمل التنفيذي والتشريعي ليس من سلطات المجلس السيادي. مجلس الوزراء قراراته ترفع للتصديق للمجلس السيادي. نعم. ومن حقه أن يكون عنده حق النقد، يعني نعم. يرى هذه القرارات. نعم. بعض التيارات ترى في اقتصار الاتفاق على المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير دون غيرهما إقصاء لها، وتطالب بضرورة استصحاب القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في سياقة الاتفاق. حتى لو الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قرر أن يمنحنا 90% من المجلس التشريعي، فمبدأ أن يجلس من دوننا ويتفقا ماذا يعطينا وماذا يمنعنا هذا مبدأ مرفوض تماما، باعتبارنا قوى سياسية فاعلة، قوى مجتمعية وسياسية موجودة في المجتمع، يجب أن تستصحب في هذا الاتفاق.
ورغم مظاهر البهجة التي بدت في الشوارع عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن هناك ترقبا مشوبا بالقلق في الشارع السوداني لما ستحمله الأيام المقبلة، وتساؤلات عما إذا كان الاتفاق النهائي سيعبر بالبلاد إلى بر الأمان. سنوات ثلاث ستشكل مصير هذا البلد الإفريقي العربي وتحسم أمره، فإما توافق شامل يرضي الجميع ويحقق مبادئ العدالة ويرد المظالم، أو رجوع عودا على بدء إلى دوامة الاقتتال والفقر والظلم. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي في كلمة عقب لقاء البرهان ووفد قوى الحرية والتغيير بأن الوثيقة النهائية للاتفاق اتفاق تقاسم السلطة قد اكتملت وسيتم عرضها على الطرفين يوم الأربعاء. اكتملت الآن بحمد الله وتوفيقه، وستستلم الأطراف نسخها صباح في العاشرة من صباح الغد إن شاء الله للمراجعة والتدقيق النهائي، وبعدها إن شاء الله ستكون جاهزة للتوقيع ولإعلان موعد التوقيع والاحتفال الكبير الذي نخطط له بإذن الله. عبركم نطمئن جميع شعبنا الكريم أن يعني الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن الوثيقة الآن اكتملت. وللمزيد ينضم إلينا محمد حمد سعيد من الخرطوم، وهو الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي والقيادي في قوى الحرية والتغيير. أهلا وسهلا بك. إذن المجلس العسكري يطمئن كما استمعنا للطو، من جانبكم في قوى الحرية والتغيير هل أنتم راضون عن جميع بنود الاتفاق كما جاءت في الوثيقة النهائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا جزيلا لقناة العربي لتحت هذه الفرصة، ونترحم على روح شهداء ثورة أبريل المجيدة، ونسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويجعل مثواهم الجنة. هنالك بالنسبة لسؤالك، هل نحن راضون عن بنود الوثيقة؟ نعم، هنا ليس كل الرضا، ولكن هذه الوثيقة ربما هي مخرج الآن هو المتاح، وهي ربما تخرج الشعب السوداني والسودان من الأزمة وانسداد الأفق السياسي الموجود الآن، ولكن ليست هي بالنسبة لنا نحن في نداء السودان وفي القوى الحرية والتغيير، ليست هي الايديل، ليست طيب هي المثالية، ولكن يعني الوثيقة هي مخرج كما نفهم منه، ولكن ما هي الجوانب التي تتوجسون منها؟ نعم، ممكن ما هي الجوانب التي تثير ما هي الجوانب في هذه الوثيقة التي تثير قلق قوى الحرية والتغيير وقد تشكل ربما عراقيل في المرحلة المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بهذا التوافق الوليد بينكم وبين المجلس العسكري؟ هناك مسألة إرجاء المجلس التشريعي، قيام المجلس التشريعي خلال مع مدة قصوى 90 يوما، هذه أيضا ربما يكون هناك بعض الإشكالات في هذا الموضوع، وكان يفترض أن تكون كل البنود واضحة ومفصلة ومتفق عليها بين الطرفين، فهذا جانب بند يفتح أيضا حوار آخر. نعم، يعني هذه المدة مدة 90 يوما حددت لتشكيل المجلس التشريعي الجديد. أولا لماذا أرجئ البت في هذا المجلس؟ وثانيا كيف ستتم إدارة هذه المرحلة الانتقالية، هذه المرحلة الضيقة 90 يوم؟ نعم، هذه المرحلة الانتقالية في رأيي تتم التشريع يجب أن يتم بالاتفاق بين الجهاز التنفيذي مجلس الوزراء ومجلس السيادة كمجلس مشترك لإصدار التشريعات. وما دور قوى الحرية والتغيير في خضمها؟ نعم، ما دور قوى الحرية والتغيير في خضمها؟ هل هي قادرة على ربما فرض وجهة نظرها فيما يتعلق بهذا المجلس التشريعي؟ أو
لا السؤال ممكن تتكرر، ممكن تعيد السؤال، الصوت غير واضح. يعني قلنا أن هناك مدة 90 يوم ستكون مدة انتقالية ربما للبت في هذا المجلس التشريعي، ما دور قوى الحرية والتغيير؟ كيف ستعمل ربما على طرح وجهة نظرها خلال هذه المدة الانتقالية؟ من خلال الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء، والذي سوف تقوم بتكوينه هو الحرية وإعلان الحرية والتغيير. طيب تم الاتفاق على تشكيل في الجهاز التنفيذي يمثلها. نعم نعم نعم، وصلت هذه الفكرة. أيضا خلال هذا الاتفاق الأخير مع المجلس العسكري تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. هل تم طرح أسماء معينة؟ هل هناك ترشيح لشخصية معينة لقيادة هذه الحكومة؟ نعم، هناك بعض الترشيحات لكن حتى الآن لم تصل إلى النتيجة النهائية، وإنما هي تكهنات. حتى الآن اللجنة الترشيحات المناط بها اتخاذ القرار النهائي حتى الآن لم تخرج أي ترشيحات بصورة رسمية، وإنما هناك تسريبات إعلامية فقط. طب هذه التسريبات ترشح كفة من؟ وهل هناك يعني ما يمهد إلى هذا التوافق؟ هل هناك ما يشير إلى ربما هذا التوازن في الرؤى بينكم وبين المجلس العسكري؟ أم أيضا هناك مشكلة في التسميات؟ لا، ليس هناك مشكلة في التسميات. المجلس السيادي الآن المقترح هو 5+5+1 بخلفية يعني مدني بخلفية عسكرية أو ضابط بالمعاش اتفق عليه بين الطرفين. أما بقية الجهاز التنفيذي فهو سيتم اختياره من قوى إعلان الحرية والتغيير كما موجود في اتفاق المعلن والمقترح من الوسطاء والمتفق عليه بين الطرفين. وهل تتخوفون من عقبات معينة ربما عدا عن النقطة التي تتعلق بالمجلس التشريعي؟ هل من عقبات أخرى يمكن أن تظهر خلال هذه الفترة؟ ليس هنالك عملية سياسية سوف تسير يعني سيرا حسيسا بدون عقبات. توجد عقبات لكن هذه العقبات مقدور على علاجها بالتفاهم والصيغة المتبادلة وإعلاء القيمة الوطنية العليا للطرفين والنظر بوطنية عالية وشفافية وصدق منتهيين لمصلحة الوطن والمواطنين. طيب شكرا لك محمد حمد سعيد، الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي والقيادي في قوى الحرية والتغيير من الخرطوم. في الشأن السوداني أيضا، تعرضت جامعة الخرطوم لأعمال تخريب ونهب عقب الأحداث التي رافقت فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش. واتهم طلاب وأساتذة الجامعة قوات الدعم السريع بارتكاب هذه الأفعال. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد وهو أحد الأساتذة في الجامعة إن الغرض لم يكن السرقة فقط، وإنما كان استهدافا للجامعة التي تعد من أهم مراكز الحراك السياسي. التلفزيون العربي حصل على صور حصرية توثق آثار التخريب ونعرضها في التقرير التالي. ما حدث في الجامعة طبعا هو تدمير لم يسبق له مثيل، وهو كان استمرار في تقديرنا يعني هو استمرار يعني لقصد للجامعة، جامعة يعني استهداف للجامعة. يعني لم أشاهد طبعا أي من طلاب الجامعة في داخل سور الجامعة، لم أشاهد أي من المعتصمين داخل سور الجامعة. في كل المواقع والنجايل بتاعتها كانت كلها مملوءة ب يعني جنود تابعين لقوات الدعم السريع. ديل بيفتكروا انه الجامعة مرض اخطر من الطاعون. في بعض الأساتذة برضو كانوا بيجوا عندهم شغل، عندهم بحوث بيعملوها، بيجوا يشتغلوا، بلغوا لأنه في سرقة حصلت. عشان كده إدارة الجامعة طلبت رسميا من المجلس العسكري إن هو يعني يتحمل مسؤولية حماية ممتلكات الجامعة، لأنه ما ممتلكات الشخص، ممتلكات البلد. والدليل على أنه ما حدث ذلك إنه في تلك الليلة المشؤومة حصلت استباحة واسعة لممتلكات الجامعة، خاصة في مبنى الإدارة المواجه للمبنى بتاعنا ده.
وده فيه مكاتب مهمة جدا، مكاتب فيها وثائق، مكاتب فيها فلوس، مكاتب فيها يعني أصول كمبيوترات، دي كلها يعني تكسرت الأبواب، ويعني الناس اللي دخلوا فيها دخلوا عنوة. كذلك في مباني بهناك وفي الهندسة يعني قلعوا المكيفات. اللي حصلت في تلك الليلة المشؤومة طبعا خسارة كبيرة وصادمة، لأنها يعني واضح فيها التشفي، واضح فيها النية المضمرة للتخريب ولتركيع الجامعة. لكن ده يجب ألا يعني يصرف أنظار الناس عن العملية الأهم، وهي تنمية الجامعة. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن هناك جيلا ثالثا من منظومة بركان لم يكشف عنها بعد رغم دخوله الخدمة خلال المرحلة السابقة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أن قوات الحوثيين تمتلك منظومات صاروخية أخرى لم يكشف عنها من قبل، وإن تجريبها تم في الميدان. اليوم نؤكد أن كافة أسلحتنا الاستراتيجية والتقليدية هي أسلحة دفاعية، واتجاهنا نحو تطوير الصناعة العسكرية يعود إلى ما يتعرض له اليمن شعبا وأرضا من عدوان سافر، الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية دينية ووطنية تحتم علينا ضرورة العمل على التصدي لهذا العدوان بشتى الوسائل الدفاعية الممكنة. أفشلت فصائل المعارضة العاملة في ريف حما الشمالي هجوما لقوة النظام السوري على بلدتي تلملح والجبين اللتين تعدان مناطق استراتيجية. وقد أعلنت فصائل المعارضة السورية عن تكبيد قوات النظام خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وعدم تمكنها من تغيير خارطة السيطرة على الأرض، على الرغم من دعم سلاح الجو الروسي الكبير. لا تزال جبهتا تلملح والجبين في ريف حماة عصية على قوات النظام المدعومة من الميليشيات الإيرانية والطيران الروسي رغم المحاولات المتكررة. المعارك مستمرة وقد أخذت طابع الكر والفر والكمائن التي يبرع بها مقاتلو المعارضة، وكانت أحد أهم عوامل صمودهم. وكبدت قوات النظام خسائر فادحة في العتاد والأرواح. يحاول النظام مرارا وتكرارا إعادة السيطرة على تلملح والجبين في ريف حماة الشمالي، إضافة إلى محاولات تقدم من القصابي باتجاه الشمال أي ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى ريف حماة الغربي من خلال اتجاهي من الحويز باتجاه الحويجي. لكن الحمد لله رب العالمين، بفضل من الله سبحانه وتعالى وبهمة الأبطال الصادقين يتم التصدي يوميا لعدة محاولات للتقدم إلى هذه النقاط التي ذكرتها. فبحسب مواقع موالية للنظام فإن قوات الأسد خسرت أكثر من 1300 قتيل وأكثر من 3000 جريح، منهم 1800 معاق كليا، وفقد الاتصال مع أكثر من 300 مجهولي المصير على جبهات ريف حماة وحدها منذ بدء الحملة العسكرية قبل شهرين، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي لم يعترف بها النظام خلافا لما يقول الواقع. النظام كان يتخيل أنه يصل إلى مناطق متقدمة من المحرر، من الشمال السوري المحرر، خلال أيام قليلة، لكن خسائر كبيرة، معدات آليات تفوق 100 خسرها في هذه المعركة، مقاتلين أعداد حتى الآن مدونة تجاوز الرقم 1000، قتل ميليشيا النظام وميليشيا روسيا تجاوز 1000، تمام؟ كذلك الأمر مصابين كثير الكثير في مشافي النظام. تلملح والجبين نقاط انتقلت فيها قوات المعارضة من الدفاع إلى الهجوم، فأجبرت قوات النظام على نقل ثقلها إليهما، وعلى الرغم من ذلك تقدمت وقطعت طريق الإسقيلبية محردة قاطعة طريق الإمداد السريع بين ريفي حماة الشمالي والغربي. تستمر تلك المعارك العنيفة بمحاولات يائسة من قوات النظام للتقدم وصمود ومعنويات عالية للمقاتلين الذين يعتبرون خط الدفاع الأول عن السوريين الذين يعيشون في إدلب وريف حماة. قحطان مصطفى، العربي، ريف حماة.
تستمر طائرات النظام الحربية باستهداف النازحين الفارين من ولايات الحرب قبل قرابة الساعة من الآن. استهدفت طائرة حربية تابعة للنظام خيمة كانت تأوي نازحين في هذا المكان بأربعة صواريخ. دفعة واحدة أدى هذا الاستهداف إلى مقتل ثلاثة أفراد من العائلة، سيدتين وطفل، وأصيب أيضا شخصين من نفس العائلة. أيضا تدمرت خيمتهم. نشاهد هنا مكان الصواريخ التي استهدفت هذه الخيمة. طبعا هذا هو ليس الاستهداف الأول لمخيمات النازحين، سجل أكثر من 100 استهداف لمخيمات تؤوي نازحين في منطقتي ريف إدلب الجنوبي ومنطقة ريف حماة الشمالية. الأهالي في هذه المنطقة الذين كانوا يقيمون في خيام بالقرب من هذه الخيمة يحملون أشياءهم ويتجهون باتجاه الحدود السورية التركية باعتبار هذه المنطقة ليست آمنة أبدا بعد استهداف طائرات النظام لهم. نشاهد أيضا هنا قطيع الأغنام التابع لهذه العائلة، وقد قضى القطيع بشكل كامل، تم إبادة هذا القطيع. وتستمر طائرات النظام باستهداف منطقة ريف إدلب الجنوبي ومنطقة ريف حماة الشمالي. الطائرات لا تغادر الأجواء وتستمر بشن الغارات على المدن والقرى المحيطة في هذه المنطقة. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. والعربي اليوم متواصل معكم مشاهدينا، وفيه بعد الفاصل: مركز الميزان لحقوق الإنسان يرصد حجم انتهاكات الاحتلال المؤثرة على حياة الأطفال الفلسطينيين. شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً هجوما شرسا على سفير بريطانيا في الولايات المتحدة، واصفا إياه بالغبي والأحمق المتعجرف. وكان ترامب قد أعلن أنه لن يتعامل مع السفير البريطاني بعد نشر رسائل بريد إلكترونية تصف ترامب وإدارته بعدم الكفاءة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت دعمها الكامل لسفير بريطانيا لدى واشنطن كيم داروم، معلنة أنها تحقق رسميا في ملابسات تسريب الرسائل إلى الصحافة البريطانية. أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في أفق الإدارة الأمريكية، هذه المرة مع أحد أقرب حلفائها في لندن، على خلفية تسريبات للسفير البريطاني في واشنطن كيم داروك، وصف فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغير الكفوء وغير المستقر. ترامب عبر عن سخطه الكبير على موقع تويتر، أكد خلاله أن إدارته لن تتعامل مع داروك، واصفا إياه بالغبي والأحمق المتعجرف. سهام ترامب لم تتوقف عند ممثل بريطانيا، بل طاولت أيضا رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لينتقد بشدة طريقة تعامل ماي مع محادثات بريكسيت، معتبرا أن انتخاب رئيس وزراء جديد قريبا هو أفضل ما سيحصل للبريطانيين بحسب تغريدات ترامب. هجوم ترامب قابله دعم كامل من ماي لسفيرها، وفقا لبيان صادر عن الحكومة بالتزامن مع محاولة للتهدئة من وقع هذه التصريحات، حيث أكدت أن المقتطفات الانتقائية التي تم تسريبها من مراسلات السفير لا تعبر عن العلاقة الوثيقة والاحترام بين البلدين. الضجة الكبيرة التي أثارتها التسريبات يرى الكثيرون أنها ستخفت مع انتهاء ولاية تيريزا ماي، وأن التجارب السابقة تؤكد أن ترامب اعتاد مهاجمة حلفائه حتى دون وجود أي مبررات، في حين أن السؤال الكبير يكمن حول الهدف من هذه التسريبات وتوقيتها، ومن هي الجهة المستفيدة من توتير الأجواء بين لندن وواشنطن في الوقت الذي تقف فيه بريطانيا عند مفترق طرق دبلوماسي خطير في محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي. معنا هنا في استوديو جوناثان فراير، الباحث السياسي البريطاني. سيد فراير، اعتادت كل الدول وخصوصا حلفاء الولايات المتحدة على أن يهاجمها دونالد ترامب، لكن ليس بهذا الشكل. أن يصف رئيس الولايات المتحدة سفير المملكة المتحدة بالغبي والأحمق هذا أمر غير مسبوق.
It is a quite extraordinary نعم هذا أمر غاية في الغرابة. هذه اللغة التي يستخدمها غير الدبلوماسية التي يستخدمها ترامب، وهي لغة طفولية دعني أقول لك بصراحة، لأن بعد الملاحظات التي أبداها الرئيس ترامب وبالتحديد وصفه للسفير السير كيم بأنه شخص غبي، هذا الشخص تصرف غير لائق. سفير سفير المملكة المتحدة هو أحد أقرب الحلفاء للولايات المتحدة. كيف نتوقع أن يكون رد فعل الحكومة البريطانية؟ بالأمس التزمت الحكومة الصمت، وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنها تدعم السفير في واشنطن، لكن الآن مع تصعيد لغة ترامب هذه، هل نتوقع أي رد فعل من قبل الحكومة البريطانية، استدعاء السفير الأمريكي مثلا؟ أشك ما إذا كانت الحكومة سوف تستدعي السفير، ولكن هنالك مبدأ دبلوماسي مستقر ومهم حينما تعمد دولة إلى تعيين سفير، لن تخرقه الآن الحكومة. وكما تعلمون فأن سير كيم بصدد إنهاء فترة خدمته قريبا، لكن أعتقد أن الحكومة أبدت بمنتهى الوضوح بأنهم يرغبون ببقاء السير كيم في موقعه، وهو شخص كفؤ، ولا أعتقد أنهم بصدد سحبه، ولكن قد نتوقع أن نرى أن ننتظر أولا نتيجة انتخابات الحزب المحافظين. في حال كان فاز بهذه الانتخابات بوريس جونسون، فقد ننتظر ما الذي سيحدث. تعتقد أن بوريس جونسون إذا صار رئيسا للوزراء سيسحب السفير من واشنطن؟ لأنه اليوم عندما سئل عن هذا الموضوع رفض أن يدين وصف ترامب للسفير المملكة المتحدة بأنه غبي وأحمق. تعتقد أن بوريس جونسون سيرفض إدانة هذه العبارات المستخدمة من قبل رئيس الولايات المتحدة؟ Boris Johnson is quite a good friend of Mr. Trump. هو قال ذلك. Mr. Trump has said very clearly that he would be very happy if Boris Johnson was prime minister of this country. So we will see, I think, Boris Johnson trying to placate the president, but also avoiding. أيضا ترامب أعرب عدة مرات عن صداقته الوثيقة بوريس جونسون. لكن هذا ربما يصف لنا شكل العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة إذا صار بوريس جونسون رئيسا للوزراء. كثيرون يقولون ليس بالضرورة سيد فراير من حزب العمال أو المعارضة أن بريطانيا ستصبح تابعا لإدارة ترامب إذا صار بوريس جونسون رئيسا للوزراء. أعتقد أن أحد الجوانب المقلقة حول هذه النقطة هي أن لغة الرئيس ترامب بالدرجة الأولى لا تعبأ بالدرجة الأولى بالعلاقة بين البلدين. كان هنالك وهي تأتي هذه الأزمة في وقت غاية في الحرج، إذ أن المملكة المتحدة بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي بحاجة إلى توقيع اتفاق تجاري وأن تكون أقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يبعث على المزيد من القلق. وألا يبعث على قلق كبير أيضا سيد فراير التسريب الذي في الأصل لا أحد يعرف من أين أتى وأرسل إلى الميل أون ساندي وأحدث كل هذه الضجة؟ هناك الآن تحقيق، هل تتوقع أن يتم التوصل إلى أي نتيجة وتسمية من قام بهذا التسريب؟ هناك تحقيق يجري في الوقت الحالي داخل وزارة الخارجية في لندن، وهناك أجهزة أخرى من الحكومة أيضا، لأن هناك شكوك بأنه قد يكون هنالك شيء خاطئ ضمن الاستخبارات. هنالك رأي واضح بصدد هذه الأزمة. هذه الملاحظات أو التعليقات التي أبداها السفير، هناك من يقول بأنها قد صدرت منذ وقت طويل. هناك محاولات الآن، بعض المحللين يقول بأن هذه المحاولات ترمي إلى التدخل في السياسة البريطانية، لكن نحن لا نعلم من فعلا يقف وراء هذه التسريبات، لكن الحكومة البريطانية تحاول، وسيتوقف الأمر على مدى قدرة الصحافة على معرفة من الذي قام بهذه التسريبات،
مدى دعم حزب المحافظين لهذه التحقيقات. شكرا لك جوناثان فراير الباحث البريطاني. تتواصل لأسبوع 21 مظاهرات الطلبة الجزائريين التي تنظم كل ثلاثاء. ورغم ارتفاع درجات الحرارة يصر الطلبة على الخروج مطالبين بالتغيير الجذري للنظام وإسقاط الباءات الثلاث. اليوم الطلب الجزائري لما خرج قال نريد أن نستلم المشعل، نريد أن نستلم المشعل لنبني وطننا بأيدينا، لأن نساهم ونكون نحن النخبة الشبانية التي تقود البلد إلى بر الأمان إن شاء الله. عبد القادر حميش طالب في علوم الشريعة والقانون، صرح ثم وصل السير رفقة زملائه. صوتهم اليوم أقوى، يتساءلون ألا من يسمعنا؟ الثلاثاء 21 حراك طلابي انطلق من ساحة الشهداء وتوقف عند الجامعة المركزية. ثلاثاء تأتي أياما بعد ندوة الحوار الوطني وساعات قبل انتهاء العهدة الدستورية لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح. هؤلاء الذين جلسوا والذين كانوا طيلة 20 سنة يزمرون ويطبلون للنظام السابق، يجلسون بالأمس القريب ويقترحون على الشعب الحلول وكأنهم هم نخبة المجتمع. لا بديل عن الخيار الشعبي، لا بديل عن الإرادة الشعبية، لا بديل عن الدولة المدنية العصرية، الدولة العادلة المتطورة، وغير هذا مرفوض تماما، لا مبادرات لا حوارات. تحت حرارة عالية نسبيا في البلاد وفي عز العطلة الصيفية للطلاب، يواصل هؤلاء التعبير عن رفضهم ويطالبون بتغيير جذري. تغيير سطحي ما راحش تتقم وما راحش تطول، لازم لنا تغيير جذري، لازم لنا ميكانيزمات اللي نقدروا نروحوا بهم المرحلة انتقالية اللي تخلينا نروحوا الانتخابات نزيهة بشخصيات نزيهة اللي تمثل الشعب. يسمعونا كما نقولوا بلي عنا عفسة عنا حابين حاجة، لازم يسمعونا يجوا يهبطوا معنا يحضروا معنا يمدونا اي شانس باش نتحاوروا ما بين انطوكي طلب وانطوكي الشعب. يعني كما نخرج برا نهدر في ساحة عمومية ما يجيش بوليسي يرفدني. بين قوة الشباب وحماسهم وبين الحلول المطروحة ارتفعت شعارات الشباب والطلبة. صوت طلبة لم يخفت منذ بدء حراك فبراير المنصرم، صوت دوى وأسمع الجميع على أمل أن يسمع السلطة السياسية الفعلية في الجزائر. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. رصد تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان حجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤثر مباشرة على حياة الأطفال الفلسطينيين. وسبق ذلك تقرير لمنظمة الصحة العالمية جاء فيه أن نحو 250,000 فلسطيني من سكان القطاع يعانون من اضطرابات نفسية، معظمهم أطفال. لا يهتم هؤلاء الأطفال كثيرا بما يدور حولهم خارج أسوار المدرسة، المدرسة حيث تتحول إلى مساحة للترفيه والدعم النفسي. 100,000 طفل من قطاع غزة يتوزعون على 50 موقعا ينخرطون ضمن الموسم الجديد لألعاب الصيف التي تشرف عليه وكالة الغوث الدولية. هذه المخيمات جزء من تحرير ما يسمى بالطاقة السلبية لدى هؤلاء الأطفال، هي محاولة كبرى تقوم بها الأونر واعتدنا أن نقوم بها خلال السنوات الماضية. هناك نشاطات لا منهجية تتعلق بالرسم، تتعلق بالمسرح، تتعلق باللعب، تتعلق بكثير من النشاطات التي من شأنها أن تخفف الأوضاع والضغوط الهائلة التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال. يعاني واحد من بين كل 10 فلسطينيين من سكان القطاع من أحد أشكال الاضطراب النفسي وفق أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية. اللافت أن نسبة الأطفال من هذه الإحصائية هي الأكبر، مع تأكيد مؤسسات محلية على ارتفاع أعداد هذه الحالات خلال الأشهر الماضية. استمرار الأوضاع النفسية الصعبة للسكان، استمرار حالة القلق والتوتر، استمرار سماع أصوات القصف من بين الحينة والأخرى، استمرار الشعور لدى الأسرة بشكل عام، لدى الأهل والأطفال بعدم وجود مكان آمن، كلها بالتأكيد تلقي بظلالها على الأوضاع النفسية للأطفال. بقراءة الأرقام ومقارنتها مع دول الجوار لا تبدو مؤشرات الاضطراب النفسي بعيدة عن المؤشر العالمي،
يقول المختصون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان القطاع ينبئ بانتكاسة حادة في هذه الأرقام وما قد تعكسه لاحقا على المجتمع وأركانه. على الرغم من أهمية التقارير الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلا أن الفلسطينيين يتطلعون إلى ترجمة هذه التقارير إلى برامج ومشاريع وعدم الاكتفاء بتوصيف الأوضاع أو تسكينها. باسل خلف، العربي، قطاع غزة. ونختم العربي اليوم مشاهدينا بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. وفيديو اليوم عن إقالة النظام السوري لأحد أذرعه جميل حسن من إدارة المخابرات الجوية. بهذا ننهي العرب اليوم ونشكركم على حسن المتابعة. ننتقل الآن إلى برنامج الخبر بقية مع آمال عرب.